السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد، وفي هذا الفيديو سأقدم لكم حلقات تحمل أسرار مرعبة في عالم غامبول المدهش، ومن دون إطالة دعونا نبدأ. في حلقة الغول من برنامج عالم غامبول المدهش، تبدأ الحلقة في ليلة عيد الهالوين حيث يغني مواطنو إيلمور لليلة الهالوين. بعدها يقترح غامبول لداروين أن يزورا كيري، لكن كيري كانت منزعجة جدا وصرحت بأن عيد الهالوين لم يكن كما اعتاد أن يكون، حيث أنه متعلق فقط بالحلوى بدلا من إخافة الناس. وفي هذه الأثناء يتحدث توبايس وبنانا جو عن أسطورة السيد كاندي وكيف انه يجلب الحلوى. هذه الحلقة كانت مليئة بالايحاءات والاشارات والاشياء الغريبة والمرعبة. سنبدأ اولا بازياء الشخصيات، حيث كان توبايس يرتدي زي الكابتن بلانيت من برنامج كابتن بلانيت اند ذا بلانيتيرز، وريتشارد كان يرتدي زي لكراتوس من لعبة جود اوف وور، وبنانا جو كان يرتدي زي لبيكاتشو من مسلسل الانمي الياباني بوكيمون، ومستر سمول كان يرتدي زي لسايلر مون من مسلسل الانمي سايلر مون. وكل غول في هذه الحلقة هو اشارة الى شخصيات مشهورة من افلام مختلفة. فالسيد كاندي هو إشارة إلى كاندي مان من فيلم الرعب النفسي كاندي مان، ويستند الغول فينجر نيل إلى فريدي كروغر من فيلم الرعب A Nightmare on Elm Street. وبينما كان آلين وليزلي في الحديقة، اكتشفوا شريط فيديو مع ملاحظة مرفقة به، حيث مكتوب إذا شغلت هذا فقد يكون آخر شيء تشغله. لكن ليزلي تجاهل هذه الملاحظة واستخدمه كيويو. عندها يأتي كائن غريب من البير، وقد يكون هذا الكائن إشارة واضحة إلى شخصية تامارا مورغان من فيلم The Ring. في حلقة الوظيفة من برنامج عالم غامبول المدهش، تبدأ الحلقة مع نيكولا الفاقدة للوعي والتي تبدو وكأنها تعرضت لكابوس مرعب. بعدها تقوم أنايس بصفعها على وجهها لإيقاظها، وكان سبب فقدانها للوعي هو بسبب حصول ريتشارد على وظيفة كعامل توصيل للبيتزا. وبعدها تطلب من غامبول ودارون مراقبة أبيهما. كان في هذه الحلقة عدة إيحاءات لأشياء مشهورة، فعلى سبيل المثال عندما ذكر ريتشارد الخطة الخاصة بأكل البيتزا مجانا، كانت الموسيقى التي يتم تشغيلها أثناء شرح الخطة مشابهة بشكل كبير لموسيقى ميت شانل، وهي قناة متوفرة على جهاز نينتندو وي. وتشير هذه الحلقة إلى فيلم أومن لعام 1976 من عدة نواحي، أبرزها الأشياء الغريبة التي تحدث أثناء قيام ريتشارد بتسليم البيتزا للناس، وكذلك الاستخدام المكثف لموسيقى كورال للإشارة إلى الكوارث التي يجلبها ريتشارد دون إدراك. وفي اللحظة التي كان ريتشارد يقود بعربته الخاصة بنقل البيتزا، كانت تحدث أمور غريبة، وأبرزها عند ظهور مجسم يرتدي ملابس سوداء بدون ملامح وجه. وبعد مرور ريتشارد نلاحظ اختفاء هذه الملابس واستبدالها بملابس جديدة. كانت هذه الملابس إشارة واضحة إلى شخصية سليندرمان، وهو شخصية كريبي باستا، وهو رجل غامض ذو رأس أبيض مشع بدون ملامح وجه ويرتدي بدلة سوداء. إلى هنا انتهى الفيديو، إذا أعجبك اضغط لايك، وإذا كنت جديد لا تنسى أن تشترك وتفعل الجرس للتوصل بالجديد.